اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج سر النجاح. انا معاكم حسن المغربي. احنا النهارده في احد الورش الهندسيه اللي موجوده وبتصنع الات زراعيه بصناعه مصريه 100%. خليني اقول لك بالمختصر المفيد ان احنا عندنا النهارده مصنع مصري بيضاهي العالم في موضوع الصناعات. احمد عبد العزيز اخترع الات زراعيه مصريه، صناعه مصريه 100% بيضاهي بيها كل دول العالم. يعني اللي بيتعمل في ألمانيا، في روسيا، في كندا، في أي دولة أجنبية، النهاردة بيتم صناعته على أرض الواقع هنا في مصر. خلينا نتعرف على قصة أحمد عبد العزيز وإزاي بدأ إن هو يصنع موضوع المعدات الزراعية إن هو يضاهي بيها العالم كله. خليكم معانا. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد ما تحدثنا على موضوع ان ازاي يتم صناعة الات زراعية او صناعة معدات مصرية بجودة مصرية 100%. كلنا نسمع عن الشركات المساهمة والكلام ده كله، ولكن خليني اقول لك في حيز الاهتمام اللي انا عايز اقوله النهاردة ان احنا عندنا مصنع مصري انتج وصنع من الورشة الخاصة بتاعته الات زراعية بتضاهي كل دول العالم. احمد عبد العزيز طفرة كبيرة جدا زي ناس كتير جدا في المحافظات اخترعت الات ومعدات بتضاهي بيها العالم كله. احمد بدأ حياته ان هو يصنع الالات الزراعيه علشان يضاهي بيها كل دول العالم. ماركات عالميه بيضاهيها النهارده زي روسيا، المانيا، النيجر، كندا، كل الدول دي كلها اللي بتصنع الالات اللي احنا بنستوردها من بره النهارده بيتم صناعتها النهارده من خلال الورشه الهندسيه بتاعته على اراضي مصريه بتكلفه هايله جدا. خلينا نرحب بيه في بدايه لقائي. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك يا استاذ حسن، ربنا يكرمك يا فندم. يعني صباح الخير عليك الاول في احد حلقات برنامج سر النجاح، البرنامج يعني اللي بيهتم بالصناعات المصريه والمشروعات التنمويه والقوميه. ربنا يخليك يا فندم، متشكر جدا على المقدمه الجميله دي يا فندم، ربنا يكرمك والله. يعني والله ده توفيق من عند الله. يعني نحن انا عايزك الاول تعرف بقى المتابعين والمشاهدين، لان انت بيشوفك ناس من بره مصر وجوه مصر وشركات ومصانع كتير جدا، فانا عايزك تعرف نفسك للجمهور وتبص على الكاميرا. الحمد لله، انا اسمي احمد عبد العزيز، خريج صنايع. فاحنا يعني بالنسبه للمهنه او المجال اللي انا شغال فيه، شغال فيه من صغري، فحب المهنه واخدها كلعبه من صغري. يعني من وانا طفل كنت مع والدي في الورشه، والدي برضه في نفس المهنه. بدات تشتغل وانت عندك كام سنه؟ لا ده من يعتبر من اربعه ابتدائي، رابعه ابتدائي، خمسه ابتدائي، بس الحمد لله يعني اخذتها كلعبه. فبالنسبه لي يعني لعب عيالي. الشغل كله الحمد لله توفيق من عند الله، كرسم هندسي او تنفيذ او تصميم او يعني تجميع، الحمد لله يعني التوفيق على الله. معايا الرجاله الشباب، وفيش في ناس بره بتقفل في شغل تاني. بوجههم مثلا للشغل، للتجميع، للتثبيت، للتشطيب، للرش البهيه، للتفنيش المعدل للاخر، بتطلع بشكل جميل باسعار قليله. انت عندك كام سنه الاول يا احمد؟ انا عندي 31 سنه. 31 سنه، 31 سنه وبدات في العمر يعني البدري قوي ده ان انت تصنع معدات بتضاهي بيها العالم. انا عايزك تشرح لي كده ايه هي المعدات وايه نوعها علشان نعرضها للناس على الشاشه، وازاي تم صناعتها هنا على اراضي مصريه وعلى ورشه مصريه. هو البدايه كلها بتيجي في معده كان بتعزق الذره، دي المعده دي بتيجي من المانيا وايطاليا وكده، كان سمعت سعرها ان هي 240,000 و220,000. 220,000 من 2016 و2015 كان مبلغ قبل ارتفاع الدولار والكلمات دي خالص. فانا لما عملتها وبعتها ب 65 وب 60,000 ده كان مكسب ليا جامد، وانا عن نفسي كنت كسبان و100%. بتيجي تقارنها بينها وبين الاستيراد موفره وقليله في السعر خالص. اللي كان بيجي بلاستيك ومعرض للتكسير انا كنت بعمله ستانلس والمونيا ويشتغل معايا واي مقاوم الصدمات. اول حاجه انت من المعدات اللي اتصورت النهارده اللي انت عايز تشرحها لنا باستفاضه، اول معده كانت ايه؟ هي عزاقه الذره. عزاقه الذره دي بتشتغل للزرعتين، يعني بتشتغل بتعزق للذره وتحط كماوي تحت عود الذره، بتعزق وتحط كماوي اللي هي المعده الخضراء اللي انتم شايفينها دي. بنيجي في موسم البنجر بنشيل وحدات التسميد اللي هي التنكات اللي فوق اللي انت شايفها دي، وتشتغل عزيق بس، لان البنجر ما بيحتاجش تسميد، بيحتاج عزيق بس اللي هو ايه؟ بس دي كلها صناعه مصريه بدون اي تدخل اجنبي. لا 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 خالص، ما فيش تدخل اجنبي، كله ايده مصريه. حتى الرسم الهندسي بروح لبتاع الليزر بشرح له انا محتاج ايه، دخل ايه، بيقعد على الكمبيوتر بيرفع لي مقاساته وبيدخل شغل، باجي انا هنا ببدا اصمم اثبت على المقاسات اللي انا عايزها وبتظهر بالشكل اللي انت شايفه. والحمد لله التوفيق على الله يعني. بالنسبه للمعده الثانيه هنا الشباب بيبداوا معاك بقى في الورشه، اكيد طبعا بيكونوا يعني عندهم شغل كتير جدا وبيبداوا من ساعات الصباح الاولى. بيبداوا الساعه كام ويخلصوا الساعه كام؟ احنا بنبدا الساعه 8 وبننتهي العمل الساعه 6 اخر النهار. لما بدات بقى في بدايه ان انت تصنع معدات، اول معده تم انتاجها
على ايدك، كان احساسك ايه؟ كلمني كده على احساسك ان انت تكون صنعت فكره كده هي في دماغك هاجس دايما بيراودك ان انت تصنعه وتتم تصنيعه على ارض الواقع. لا ده كان احساس تاني وحاجه تانية ان انا اعمل حاجه الكل شافها، يعني كان في عقيده ان هو ان دي جايه من بره، حتى الجرار وهو معلق. اعتقد ان انت لما صنعتها دي اصلا جايه من بره، مش من صناعه محليه، مش مصريه. طلع ان انا عاملها، يعني حتى لما شافوها قلت لهم يا جماعه انا اللي عاملها. لما قربوا من المعده وشافوا الاستيكرات والاسامي والارقام التليفونات قال لك اه دي احمد اللي عاملها. بس يعني كانت توفيق على الله الحمد لله، طلع ناس وكان عايزين يشتروها مني، الناس دول اصحاب ورشه بس على ان هم يبيعوا يسوقوا. طب بالنسبه للشركات بقى الاجنبيه اكيد انت وصلك مردود فعل لما حد شاف الحاجات دي؟ اكيد طبعا، بس انا طبعا مش باثر عليهم لان احنا بنحاول ان احنا ما نخبطش، مش بنحاول ان احنا نظهر عالميا، فطبعا وجود حضرتك ده بيعمل شهره كبيره وبيفرق معانا. يعني انت يا احمد تستاهل كل خير وبحاجه، يعني بصراحه ان احنا نلاقي حاجه النهارده منتج بيتم تصنيعه مصري وعلى ايادي مصريه وبيتم على ارض مصر النهارده، دي حاجه من الحاجات القويه اللي هو انت مش مستني لما الفرصه تجيلك، لا ده انت بتسعى وتدور عليه. لا لا ده الفضل من عند الله. ويجي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني عمل حركه، في ناس كتير فتح ابواب كتير جدا للصناعات. اه في ناس كتير زعلت، لا ده في موقف ان هو عمله ان هو منع الاستيراد من الخارج ايام من كورونا والكلام ده. الموقف اللي هو خده ده عمل معايا انا خاصيا شغل جامد. جاء عليك انت بالايجاب؟ اه طبعا. ليه بقى؟ ليه كان في حاجات بتيجي من ايطاليا ومن المانيا، انا عشان اعملها واسوقها مش هيسوق ومش مش هتمشي. فانت موضوع كورونا ده تحديدا لفت نظرك لحاجه ثانيه، خلى الناس اللي كانت ما بتعترفش بالصناعه اللي انا بعملها دي خلوهم يجوا لي بعد اذنك عايزين الحاجات دي، حاجات للمعدات الزراعه اللي بتزرع النباتات الضعيفه والنباتات العطريه والطبيه والحاجات الاعشاب بقى والكلام ده. كل الكلام ده فالحاجات دي كانت دقيقه وما بتجيش الا من ايطاليا ومن المانيا، وتعاملات بالدولار والعمليه كانت صعبه. فلما قفل فتحت لي باب رزق، فتحت لي باب رزق برضه في معد تاني زرع، عملت معد بقى. الموضوع بدا ينتشر ان انت اللي بتصنع الحاجه دي بقى. بس علاء ده بس في الاول ما كانوش بيقول لك مصري، لا مش عايزينها مصري، بس انا عملتها واديتها نفس التقنيه ونفس التفنيش بتاع الايطالي. ولما بقدمها للمواطن فطبعا بيقول لي اه كده ايوه، بص لا يعلى عن الاستيراد، ما ادانيش الفرصه ان انا اقول له انا اللي عامله، بيضطرني ان انا اكذب عليه ان انا اقول له ايوه. احنا النهارده بنقول للعالم كله بقى جوه مصر وبره مصر يعني النهارده التصنيع ده محل صنع مصري 100%. علي ده احمد عبد العزيز، مفيش حاجه، ده التوفيق من عند الله ومفيش حاجه صعبه والله. هو البني ادم يعني بيسيب التوفيق على الله. نصيحتك ايه بقى ليه؟ يعني كل مهنه بيكون فيها ناس يعني معرضه لمشاكل وضغوطات وكلام، انت في ناس اكيد لما سمعت ان احمد عبد العزيز هو اللي بيصنع الحاجه دي في ناس زعلت، في ناس ثانيه كانت دايما داعمه ليك وقويه في في, في في الدعم المعنوي. اهم حاجه الدعم ده فرق معايا جامد، ان انا واحد عادي شخص عادي ده من صحابك وحبايبك فجاه. لا ما هبص بقى لما في مواقف زي كده بيظهر بقى مين بيحب ومين مش بيحب، بس انت عامه مش بيفرق معاك، بيبان معدن الناس بيبان، بس ده بيديك حافز وبيديك قوه اكتر ان انت مثلا مش حبيب للخير. طب يا عم شكرا، انا بزاد قوه اكتر وبزاد خبره اكتر وربنا بيقويني، بدل ما كنت بصحى الساعه 8 لا ده انا هصحى لك من الساعه 6 كمان، ما انت مش عايزني ابقى كويس، لا انا هبقى احسن من اي حد. انت حد جميل جدا يا احمد، مبسوط ان احنا بنصور معاك النهارده. ربنا يبارك لك النهارده والله يا استاذ حسن، ربنا يبارك. فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل باقي المعدات الزراعيه او الالات الزراعيه اللي بيصنعها احمد عبد العزيز النهارده من خلال ورشته، ويحكي لنا باقي التفاصيل والاحداث اللي مرت عليه الفترات السابقه من ايام جائحه كورونا الى الان، وازاي تم التصنيع ده بايادي مصريه محليه مع الشباب اللي موجودين معانا النهارده. خليكم معانا بعد الفاصل. انشاء شبكات الري له اصول وقواعد في التخطيط والتنفيذ سواء المزارع او المشروعات الزراعيه، عشان كده شركة 2H للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي هتكون معاك خطوة بخطوة، وهتقدم لك كل اللي هتحتاجه من معدات وتكنولوجيا لازمة لأرضك. خلال الفترة الأخيرة شركة 2H للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي قامت بتنفيذ وتخطيط عمليات البدء لأكثر من أرض، وأنشأت كتير من المزارع الكبرى والصغرى تحت قواعد متميزة على إيدين خبراء واستشاريين مميزين. خليك في المكان الصح، وعشان انت اخترتنا لازم نكون قد المسؤولية دايما، وعمرنا ما هنغزلك. معانا هتلاقي كل اللي انت محتاجه من غير ما تتعب ولا تدور كتير، وده عشان نقدر نقدم لك الخدمة اللي تستحقها. كل اللي عليك تعمله انك بس تتصل بينا وتسيب الباقي علينا، كلمنا دلوقتي وما تشيلش هم اي حاجة، لاننا هنا عشان نوفر لك وقتك ومجهودك. للتواصل على 0137 60 710. شركة 2H للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي، اسم كبير في عالم استصلاح الأراضي.
لسه مكملين في باقي فقراتنا في برنامج سر النجاح، رجعنا لكم بعد الفاصل. خليني بقى اتعرف على الشباب اللي بيبداوا في ساعات الصباح الاولى في صناعه هذه المعدات التي يتراوح السعر بتاعها طبعا او تتراوح ما بين اسعار بحد اقصى وبحد ادنى كبيره جدا، وازاي بيتم صناعتها على اراضي مصريه وعلى ورش هندسيه مصريه بايد شباب مصريين. اتعرف بيك. محمود وادي. يا محمود عندك كم سنه؟ عندي 16 سنة. 16 سنة؟ شغال في المهنة دي من امتى؟ بقالي سنتين. سنتين بالظبط. قول لي بقى احساسك كده اول ما بدأتوا ان انتوا تصنعوا آلات زراعية مصرية بيد مصرية في ورش هندسية النهاردة على أرض مصر. تمنا بنجاح الحمد لله وصنعناها هنا. احساسك كان ايه؟ تعليم وتعلمت الحمد لله يعني. وبخير يعني خلاص تمنا. لما كنت بتخلص آلة زراعية بقى وبيكون انت ايديك فيها ان انت صنعتها وكنت شريك في موضوع زي كده، بتشوف الموضوع ده ازاي؟ الحمد لله يعني نصنع المعده ما سرداش من بره و... في فرحه كده. في فرحه. تحب تقول ايه بقى للشباب اللي بيقول لك اصل احنا مش لاقيين شغل، اصل احنا قاعدين على القهاوي، اصل ما فيش فرص عمل، اصل مش الكلام ده كله الحاجات اللي هي فيها سلبيات، بتشوف الموضوع ده ازاي؟ انا بنصحهم يعني يشوفوا لهم شغلانه صنعه تعلموا. الشغل موجود. الشغل موجود. توفر في اي شغل في اي ورش في اي شغلانه تفضلوا يعني يشتغلوا مع حد شكل. شكرا ليك. اتعرف بيك. محمد رمضان جابر. محمد عندك كم سنه؟ عندي 20. 20 سنه. شغال في المهنه بقالك قد ايه؟ من الابتدائي، من ثالثه ابتدائي. ثالثه ابتدائي. اه قول لي بقى احساسك ان انت كنت بتشوف المعدات دي بتتصنع في دول بره اجنبيه وبعدين النهارده احنا بنصنعها وانت ايديك من ضمن الايادي اللي بتصنع الحاجات دي النهارده. تمام. احنا كنا الاول كنا نشوف الدوله الاوروبيه كان بيصنعوا المعدات ديت، احنا بقى بدينا واحده واحده المصريين بقى بيصنعوها دلوقتي في مصر. الورشه بتاعتنا احنا بنصنع معداتها حديثه وكل حاجه. لما بتقعد مع اصحابك بقى بعد ما يتم تصنيع معده وتكون انت خلصتها واخد صوره كده سيلفي ومنزلها على فيسبوك والكلام ده كله احساسهم ايه؟ بيقول لك ايه رد الفعل ده كله؟ بيحسب بيقولوا شاطر الله ينور عليك انت بيت 100 100 وبيت صنايع وكده. انت مبسوط ان انت اتعلمت مهنه مختلفه في ظل هذه مثلا الظروف اللي في ناس مثلا تقول لك اصل احنا مش لاقيين شغل والكلام ده كله، ولكن انت عايز تعمل وعايز تقرر النجاح وعايز توصل؟ صح، لازم نكرر النجاح. في شباب قاعدين على القهوه بيقول لك ما فيش شغل ما فيش حاجه وادينا قاعدين. لا ربنا دليل. بالعكس ده في النهارده وفي تصنيع بالدليل ان انتوا قاعدين معانا. ده في تصنيع وفي دليل وفي كل حاجه، ولكن ربنا قال لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فعلا. بس يعني لازم انت عشان تعمل حاجه لازم تشتغل بيه، ده كان انت مش قاعد في البيت والشغل يجيك لغايه البيت. طبعا. شكرا ليك يا عبد. شكرا. لسه مكملين مع باقي الشباب اللي شغال في الورشه الهندسيه اللي بتصنع الالات الزراعيه اللي بيضاهوا بيها العالم كله. انتجوا كميات من المعدات الزراعيه كبيره جدا تحت رعايه المهندس احمد عبد العزيز اللي بيصنع الالات دي. خليني بس ارحب بالشباب الصغيرين. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ عمير هاشم كمال الدين. عمير؟ يا عمير انت عندك كم سنه؟ 13. 13 سنه. شغال في الشغلانه دي بقالك قد ايه؟ 5 سنين. طب نصيحتك ايه للشباب اللي قدك بقى اللي هو بيقول لك اصل احنا ما عندناش شغل، اصل احنا وانت عندك 13 سنه النهارده؟ ايوه عندك 13 سنه. نصيحتك ايه ليه؟ نصيحتي ليهم ان هم يطلعوا يشتغلوا عشان يعرفوا قيمة الشغل. وفي شغل موجود. وفي شغل في كل حتة لو سأل هيشتغلوا. احساسك ايه بقى النهارده لما بتصنع في الورشة الهندسية مع المهندس احمد عبد العزيز كده الشغل ده ويتم انتاجه وتظهر قدامك المعدة او الآلة الزراعية بعد ما اتصنعت بيد مصرية؟ احساس كبير خالص ان احنا عملنا حاجة لمصر. فخر. ايوه. و احساس يعني كبير. صحابك بيقول لك ايه لما بيتم تجميع حاجه زي لا صحابنا بيقول لنا إيه انت بتشتغل في ورش؟ ان انا بقول له لا ده فخر ليا ان انا بصنع على الاقل النهارده انا ايد عامله بتصنع حاجه مهمه جدا. بصنع حاجه لمصر، انتوا قاعدين في البيت وكلام. انت جميل قوي يا عمير. شكرا ليك. تعرف بيه؟ شغال في الشغلانه دي بقالك قد ايه؟ 3 سنين. 3 سنوات مع المهندس احمد. قول لي بقى انت اتعلمت ايه في الشغلانه دي؟ اتعلمت اللحام، اتعلمت المخلطة، يعني اتعلمت كل حاجة. احساسك ايه كده لما بتصنع آلة زراعية النهاردة هنا وبإيد مصرية؟ بكون لمصر. مبسوط؟ مبسوط. بتقول ايه بقى للشباب اللي جيل اللي قد منك عنده 13 سنة ولسه ما اشتغلش ولسه الكلام ده كله، بتقول له ايه؟ اللي يجي يشتغل في ورش يتعلم له صنعة أحسن ما يقعد في البيت. أو بجانب التعليم بتاعه برضه. يعني اهم حاجه يعرف يقرا ويكتب زي كده. بس انت راضي؟ راضي بالشغل؟ اهم حاجه عشان ربنا بيرزقنا منه. صح. صح. شكرا ليك يا فارس. يلا.
لسه مكملين مع اهم المصنعين المصريين احمد عبد العزيز اللي عمل طفره بين الشباب المصري في اتحاد الصناعات وان هو يصنع الات زراعيه يضاهي بيها العالم كله. احنا النهارده قاعدين تحت مظله وتند حديد في ورشه هندسيه بتصنع الالات الزراعيه بيد المهندس احمد عبد العزيز والشباب اللي انتوا شفتوهم في الحلقه. حاجه مهمه جدا، حاجه فخر لمصر. الراجل ما وقفش عند نقطه معينه وقال لك لا في عقبات، لا ده ما فيش حد بيساعدنا، ده بيقول لك كمان ان الدوله بتساعدنا في القرارات بتاعتها ان احنا نقدر نصنع تصنيع محلي مصري 100% باسعار ممتازه قوي. يا احمد انا رجعت لك يعني بعد الفاصل كده، وخليني اسالك بقى ايه نوع المعده الثانيه اللي هي رقم 2 اللي انت صنعتها وشادت اعجاب وخدت اعجاب كتير جدا من المصنعين والشركات والمستثمرين؟ ده دي معدة البلانتر بيزرع البصل والبطاطس. ده لزراعة البصل والبطاطس. أنا طبيعي لما بكون مصنع معدة بنزلها على الفيس، بس أنا يعني خفت عن نفسي شوية وقلت يعني أخلي بالي من نفسي عشان ما تاخدش ترند كبير. يعني فالحمد لله يعني ده المعدة دي محتفظ بيها كتصوير على التليفون بتاعي يعني. دي المعدة دي أنا وأنا شغال فيها ما كنتش عامل حساب إن هي تكبر مني. انا شغال فيها يعني على يقين من الله ان ربنا يوفقني. خلينا متفقين ان اي معده بتخلص الواحد بيحس ان في فخر كده ان هو اللي صنعها. لا اكيد اكيد، بس في نفس الوقت بيبقى قلبك مقبوط كده ان خايف ممكن تيجي حاجه تطلع منك كده، بس التوفيق على الله. حتى لما بعد ما خلصها في ناس هنا من بلد قالوا احنا لازم نجربها بدل ما تسافر شارع العوينات وتروح وتيجي وكده وما تشتغلش تفشل ما تزرعش. قلت لا ما اسمعش حد يقول لي ما ازرعش او ما اسمعش حد يقول لي هنجرب المعده دي هنا. انا عامل المعده دي جديده وهسلمها للشركه جديده، مش هديها للشركه مستعمله وانا مجربها هنا. طب انت اول مره تعملها. قلت هي ان شاء الله هتروح تزرع. اصريت على ده؟ انت اصريت يا فندم. انا كنت بنام ازرع وانا نايم على السرير، انا مزرع اقوم الفجر احصد اللي زرعته وانا نايم، دماغي شغاله مش عارف انام، احط راسي على المخده. يعني انت بتحلم بالليل تصحى تنفذ الصبح؟ طب دي حاجه حلوه قوي. ازرع واقوم الصبح اقلع اللي زرعته، فيعني هو ده بيبقى توفيق من عند ربنا يعني والحمد لله. يا احمد انت باين على وشك الرضا يعني بامانه بصراحه، يعني من ضمن الناس اللي في حلقات او في قرات برنامج سر النجاح اللي بيذاع يعني على التلفزيون. انا بحب الناس اللي عندها يعني الطموح ومش بتسيب الطموح يتقتل، لا هي بتسعى ليه. الحمد لله والله التوفيق من عند ربنا. ويعني في اشخاص كتير شافوا المعده في الشارع العوينات بكفايه مكالمه تليفون. انا سمعت ان انت بيجي لك ناس من الفرافره بقى والواحات والداخله والخارجه. لا في معارف هناك كتير الحمد لله من شركات او من افراد، فاتصلوا بيا بقول انا ما صدقتش، انا شفت المعده ما صدقتش الا لما ضربت رقمك واسمك ظهر عندي. اقول الراجل ده انا عارفه، بس هو مش متخيل عمل لي شغله، مش متخيل ان الشخص ده هو اللي صنع الحاجه دي القليله دي، ان هو ده اللي عمل المعده دي. فضرب علي من مكان يعني من مكان صغير. يا ريت يا هشام في التصوير كده تجيب شكل المكان حتى واحنا بنصور. انت في مكان صغير ولكن انت لا الحمد لله توفيق من الله والله ده الحمد لله. ولو اقل من كده برضه هصنع، ولو المكان اقل من كده هصنع. حتى انا شايف فرحه في عين الشباب وهم شغالين، بتعامل معاهم كانه اخويا الصغير. يعني معايا فارس، يعني انا ملاحظ ان انت حتى الصغير خالص بتنادي له وهو لسه يعني تقول له هندسه فيكون مبسوط. يعني انت بتراضي الناس اللي شغاله معاه، ما ينفعش اقل منه. انا بحسسه ان هو احسن واحد في الدنيا. ليه؟ لو اي شخص تاني ممكن يكون في بلدهم او في بيتهم او كده جاره او صاحبه بيستقل بيه، خد يلا ومش عارف ايه. اهم حاجه التقدير، انا بقدره هنا بديله بعرفه قيمته عشان اعرفه ان هو بيعمل حاجه حلوه. المعده دي مهمه اهتم بيها. الدنيا بتاع طب خد هات لك حته، هات روح هات لنا طقم ايس كريم. ايس كريم هات لنا ايس كريم، هات مش عارف عصير، وعادي الدنيا بتمشي. بس في الاخر بطلع انتاج غيري ممكن يتفاجئ ان انا طلعته، وتيجي تبص في الاخر هتقول ده طلع الشغل ده بالعيال دي، بس انا دول مش عيال، دول رجال، دول رجاله واحسن رجال احسن ناس. يعني هو التوفيق من عند الله. خليني بقى اروح للمعده رقم 3 او للاله رقم 3. انت عارف يعني ان احنا نصنع 3 الات؟ يعني الموضوع ده مش سهل، يعني ده بيحتاج خطوط انتاج رئيسيه ان هو يصنع ده كله. أكيد فما بالك ان انت النهارده بتصنعه بايدك انت في ورشتك انت. اكيد طبعا. ويكون التصنيع مصري. قول لي بقى المعده رقم 3 او الاله رقم 3 اللي انت صنعتها. يعني دي الاله التسويه دي بيبقى عرضها 4 متر بتساوي الارض، بتساوي وتنعم التربه علشان يقدر البلانتر في مجال الزراعه. ما هو ده اثناء الزراعه تجهيز الزراعه، فبيقدر البلانتر ينزل بعد منها يقدر يزرع البنجر او الغلة. بعد تصنيع الالات دي برسم هندسي وخطه هندسيه كبيره اكيد بترجع منتج او محصول كبير جدا وعائد كبير للمستثمر اللي بيزرع او للمزارع. اكيد اكيد اكيد. يعني انت بتعدل، انا سمعت ان انت كمان ممكن تعدل في المعده بعد ما تخلص. لما بيظهر اي مشكله بنعدل، بس الحمد لله يعني ما كانش كتير. انا هنا اقصد الانتاجيه، بتزود في معدل الانتاجيه؟ لا جامد جامد، لان بعد ما على سبيل المثال زي
زي المعدة اللي عملناها اللي بتاعت البلند اللي بيزرع البصل والبطاطس، ما كانوش متخيلين ان هو يطلع الانتاجية اللي هم شافوها دي، ما كانوش متخيلين ولا متوقعين ان هي تطلع الانتاجية دي. يعني انا بالنسبة لهم يعني الحمد لله اخ، وهم يعني حاجة ناس قريبين مني في معزة، خلافا عن الشغل مش كانوا متخيلين انا اعمل لهم الشغل ده. حتى كان في مهندسين معاهم جايين زيارة هنا، فجايين من بني السويف لعند الاساسين، رايحين فاكرين هم رايحين مصنع، فلما يجوا فجوهم لا ورشة هندسية اللي بتصنع الشغل مش مقتنع، فاخدته مع الشغل هنا وقلت له عملنا كذا وعملنا كذا، فبرضه مش مصدق، فبيبص للشغل فعمال يلعب في شعره. قلت له ايه هندسه مالك؟ قال بصراحه. قلت له بصراحه ايه هندسه؟ بصراحه. قلت له هقول لك انا بصراحه. قلت له بصراحه انت كنت جاي من بني سويف متخيل ان انت هتروح هتلاقي ورشه صغيره بتعمل براويطه او بتعمل عربيه كارو؟ قال وقعد يضحك وقال لي ايوه فعلا. قلت له الخريج اللي قدام منك ده هندسه خريج فنون جميله. فقعد يضحك بهزر معايا يعني. قلت له يا ريس الموضوع بسيط وعادي يعني، انت كل اللي جبته لي الشكاره اللي فيها النبات اللي هتزرعه. قال بس سيبها على الله. وكان التوفيق على الله. صنعت المويه بس صنعتها، ده انت شوفها هتنبسط منها حاجه جميله جدا يعني الحمد لله. تمام يا احمد، يعني في نهايه لقائي كده عايز تختم بايه؟ انا بصراحه مبسوط قوي، انا اسيب لك انت الختام. والله كفايه ان احنا شفنا حضرتك والله وبتقدمنا للناس بالشكل ده ما انت هتستاهل ان انت يعني تكون جوه مصر وبره مصر، اللي لازم الناس تشوفك يعني تيجي تلاقيني في مكان احسن من كده. بس الحمد لله ده احلى مكان، ده احلى ما احنا مبسوطين اصلا ان احنا قاعدين القعده البسيطه دي ومع الشباب دول والكلام ده. ربنا يبارك لك. انا والله الحمد لله ده يعني الشباب هنا دول الاكثر. توجه رساله للناس اللي في نفس المهنه بتاعتك، يسعوا ازاي؟ ايه اهم حاجه تخليه ينجح؟ يعني هو الصلاة والدعاء والأذكار وربنا بيوفقه وبيدلونيتين الله، ده أحسن حاجة. عبد العزيز كنت منورني في أحد حلقات برنامج سر النجاح. ربنا يبارك لك يا فندم، ده شرف لي أنا وأنتوا نورتونا بأمانة يعني. شكرا لك. ربنا يبارك لك. يعني حلقة من أهم الصناعات وحلقة من أهم الحلقات اللي في برنامج سر النجاح هتشوفوها يوم الاثنين. والله حاجة أنا مبسوط منها جدا، الشباب اللي شغالين من 7 صباحا لغاية 10 مساء او 9-10 مساء، واحيانا ممكن يقعدوا او يباتوا في المكان نظير ان هم يخلصوا طلبيات، ممكن يقعد للفجر وممكن يقعد لتاني يوم الساعه 7 الصبح يطبق يومين ورا بعض، ويقول لك في الاخر لا انا اهم حاجه اروح وانا راضي على نفسي، مش مستني حد يديني جنيه او الكلام ده كله. فطبعا يعني تحيا مصر 3 مرات للشباب دي بجد والله العظيم. شكرا ليكم في حلقه مهمه جدا من حلقات برنامج سر النجاح، كنت معاكم حسن مغربي، خالص تحياتي.